شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان. وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط. وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدما ملموسا على صعيد محاورها الرئيسية كافة. وتطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء في المستقبل، حيث تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة.